ونستمر في فعاليات هذا اليوم المفتوح، ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام سادتنا ومشايخنا. نبدأ مع الشيخ والدكتور الفقيه محمد العربي شيشي. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا أخي رضوان أختي الفاضلة. نعم، بارك الله فيك. أهلا وسهلا سيدي الشيخ، وأيضا الشيخ المحبوب الشيخ شمس الدين الجزائري. مرحبا بك. أهلا سيدي. أهلا أهلا يا سيدي. أهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا جزيلا. نعم، أكيد أنكم تابعتم ككل المسلمين هذه الصور الحزينة في صعيد عرفات. اكتفت السلطات السعودية بحج حجاج الداخل 10,000 حاج فقط هم الذين وقفوا على صعيد عرفات. أبدأ معك سيدي الشيخ، تعليقك على هذه الصور في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. أما بعد، هذا من مقادير الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي قدر أن يكون هذا الوباء في هذا الكون، وكان سببا في يعني الاقتصار على مجموعة من الناس هم الذين يقومون بأداء الحج. كما نعلم أن الحج هو شعيرة من شعائر الإسلام وشعيرة عظمى، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد حدثت عدة طوارئ عبر التاريخ وأوبئة حصلت عبر التاريخ كانت سببا في حرمان الكثير من الحجاج من الوصول إلى بيت الله الحرام، وهذه السنة حصل هذا الأمر. فعلى كل حال، يعني الذين اصطفاهم الله عز وجل للحج هم محظوظون، والذي لم يوفق لذلك ستكون له فرصة بإذن الله عز وجل أخرى. ونحن اليوم نعيش يوم عرفة، فهو يوم من أيام الله عز وجل، وهو يوم عظيم، يبقى يوم وركن هام جدا في النهار اليوم. أكيد الشيخ شمس الدين، شاءت الأقدار أن يأتي هذا الحج بظروف استثنائية على غير العادة. أكيد هناك أمور يجب إعادة النظر فيها بالنسبة لطريقة عيشنا، بالنسبة ربما هو لا أقول عقاب رباني، وإنما هو وابتلاء يجب الإعادة في العديد من النقاط في حياتنا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. نعم. إن أمر المؤمن كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء كما رأنا الآن صبر فكان خيرا له. فهذه الدنيا إذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك وضعت له العلامات فلما علا مات. هذه الدنيا فيها ابتلاء، إذا ابتلانا الله جل جلاله فقد وضع لنا منهجا كيف نتصرف أمام هذا الابتلاء. أولا، كما تعلمون، الذي يموت في هذا الوباء الكورونا أو الطاعون مسلما راضيا بقضاء الله فهو شهيد. ولذلك احنا ما نقولوش ضحايا، نقولوش ضحايا، نقولوش شهداء. إذا اختاره الله باش يعطيه أجر شهيد. ثانيا، الذي يصبر في بيته ولا يخالط الناس كي لا يؤذيهم ولا يتأذى منهم عنده أجر الشهيد أيضا. نعم. إن الله إذا أعطى أدهش. بالنسبة للحج، إحنا كان المهم عندنا أن يكون هناك الحج، ولكن لا يهم بعد ذلك العدد، مليون، 4 ملايين، 10,000، 1,000. إحنا كان الهدف نتاعنا أن الشعيرة هذه تبقى، ولله على الناس حج البيت من استطاع. هاي العبارة القرآن يقول من استطاع، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فكلمة الاستطاعة دائما كانت موجودة، وهذا دليل على معجزة الإسلام، أي أنه يأتي زمان الناس لا تستطيع أن تحج، لا يحج إلا من استطاع إليه سبيلا. وهؤلاء الذين حجوا هذه السنة والحمد لله. نعم. كتب الله لهم هذه الاستطاعة. صحيح. فالفرحة للفرحة وشنو هي؟ أن الحج لم يموت. نعم. بقي الحج وحج المسلمون، لا يهمنا العدد. هاي لك، أنا أفتيت منذ مدة، منذ 4 أشهر، أننا نقلص العدد. نعم. نعقم، وأنطهر بيتي نطهر، ويحج الناس بالتباعد البدني. نعم. وإن شاء الله يكون الخير، ويدعو في عرفات، والدعاء في عرفات مستجاب، وكل العالم الإسلامي يدعو الله، لأن نفحات الله ماهيش فقط لمن كان في عرفات. نعم. أو بعض الناس يعتقدوا أن الدعاء راح يكون فقط حتى أنهم يوصي، يقول له نوصيك ادعينا، ولكن هو لا يدعو لنفسه. لا، أنا أريد أن يفهم الناس
أن الله جل جلاله إذا أعطى أدش يفتح بابه لكل الناس، نعم لمن في عرفات أدعى للإجابة، ولكن هذا لا يعني أنك أنت ما تدعيش ربي ولا تتقرب إلى الله. نعم، ومنه سيدي الشيخ أطرح السؤال للشيخ العربي الشيشي، الأعمال التي تعوض علينا أجر الحج في هذا الوقت، خاصة للحجاج اللي كانوا ناويين أداء مناسك الحج، ما هي الأعمال التي تعوض أجر الحج؟ هو علينا أن نعلم أن النية أبلغ من العمل. نعم. يعني كل من كان ناوي الحج ولم يوفق وأجل حجه إلى السنة القادمة فإنه مأجور عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالذي كان ينوي الحج فإنه سينال أجر الحج، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المنبغي على الإنسان أن يستغل هذه العشر ذي الحجة التي ثبت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم يوم هو يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وخير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن على الإنسان يكثر من الدعاء في هذا اليوم ويبتهل إلى الله عز وجل ويتضرع بقلب خاشع، لأن الدعاء مستجاب. وكذلك على الإنسان أن يحرص على ذبح الأضحية، يعني في يوم العيد وصلاة العيد وذبح الأضاحي، هذه شعائر ينبغي الحرص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العيد، واليوم الذي بعده هو يوم القر، واليوم الذي بعده هو يوم النفر. يوم العيد هو يوم عيد الأضحى يوم النحر، واليوم الحادي عشر هو يوم القر، واليوم الثاني عشر هو يوم النفر، لأن الحجاج ينفرون من ميناء إلى بيوتهم. فالشاهد أن الإنسان يحاول أن يقوم بالشعائر التعبدية التي أمر بها يوم العيد، وذلك بصلاة العيد ثم بعد ذلك ذبح الأضاحي. فصلاة العيد هذه شعيرة لا يفرط فيها المسلم، والعيد له أداب كثيرة جدا، وكذلك الأضحية هي من الشعائر التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. هذه الأضاحي ستأتي يوم القيامة، وجاء في بعض الحديث في كل شعرة حسنة وفي بعضها أنها حجاب من نار، فليحرص المسلم على فعل هذه الأعمال حتى يتشبه بالحجاج، والحاج يقدم هديا وينحر هديا ونحوها من الأعمال. إذن شكرا فضيلة الشيخ. وقبل أن نسألك فضيلة الشيخ أيضا نستقبل اتصال. السلام عليكم، وهل أنت في الاستماع سيد؟ وعليك السلام أخت كريمة. وعليكم السلام، من أي ولاية؟ غليزان. ما شاء الله خيار الناس، أهلا بك. تحياتي للأساتذة الكرام. أكيد ربما قبل أن نطرح عليك سؤال وتدخل معنا إن شاء الله في المسابقة، أكيد نتكلم على الأجواء الآن في غليزان وبالضبط في عند العائلة تاعك، يعني أنت شاهدت معنا اليوم المفتوح اليوم والأجواء وربما الصور الاستثنائية. نعم. لهذا اليوم العظيم في ظل انتشار فيروس كورونا. نعم. حدثنا عن شعورك يعني لما تشاهد هذا الشيء. نعم. وما هي ربما الأشياء اللي راك تركز عليها لكسب يعني فوائد هذا اليوم؟ نعم. لا يعني هي اولا تحضير هذا اليوم نستقبله تاع يوم عرفه. نعم. اللي يقدر يصوم معليش، وايام ثاني فيها الزكاه وفيها الاخر، وتحضير ثاني الاضحيه. نعم. ورانا نتبعوا فن مباشرة من مكان مكرمة. نعم. وش عاداتكم وتقاليدكم في العيد، عيد الأضحى؟ وش تحضروا في العيد مثلا؟ أكلة مشهورة عندكم في عيد الأضحى وشنو هي؟ هي كما يوم كما الغد، غدا يديروا كما نقولوا احنا طعام. أيوة طعام. أيوة. وفي الليل الحريرة والزيتون. ما شاء الله، أنتم ماكم معروفين بالحريرة يعني. نعم. الحريرة تاعكم يعني ما شاء الله. نعم. وغدوة في الذبح راكم حافظين على الإجراءات الوقائية؟ راكم مركزين عليها أكثر؟ نعم نعم. يعني العائلة ما فيش زيارات عائلية وما إلى آخره؟ قليلا جدا.
ممتاز. نعم. ممتاز. شارك معنا في المسابقة إن شاء الله. نعم. والسؤال يقول، أول سؤال، ما هو الحج الأكبر؟ سؤال سهل جدا والجواب أكيد يوم عرفة. نعم نعم أكيد. وألف مبروك إن شاء الله. تدخل معنا في الله يسلمك، تدخل معنا في السحب فقط في نهاية الحصة، وإن شاء الله تكون من الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شيخ شمس الدين، عودة إليك من جديد. ربما نتكلم عن هذا اليوم، يوم عرفة، فضل هذا اليوم. وسؤال فقط عبر تعليق مواقع التواصل الاجتماعي وصل دائما ننبه إذا أنه يمكنكم متابعة البث المباشر عبر مواقع فيسبوك، مواقع الفيسبوك لقناة شروق. يمكنكم أيضا طرح أسئلتكم على المشايخ في تعليقات، سنستقبلها ونطرحها على المشايخ. يقول متسائل للشيخ شمس الدين، هل يؤثر عدم التسامح بين المتخاصمين على عمل المسلم يوم عرفة؟ أكيد عدم التسامح، لأن أصلا شرع العيد للتسامح، لأن عدم التسامح يناقض أصل وجود العيد. الله جل جلاله على دار العيد، على بالك بلي قال لك العلماء كاين أمراض لا يعالجها إلا العيد، كاين أمراض اجتماعية، خصومات عائلية، قد يكون بين الرجل وزوجته، قد يكون بين الرجل وأمه، لا يعالجها إلا العيد. نعم. ولذلك العيد أصلا شرعه الله لهذه المعاني. لماذا نضحي الأضحية؟ هذه الأضحية هي التي أنقذت طفلا، ولا لا كان سيذبح. لذلك في هذا العيد تفكروا الأطفال، لماذا نتصدق بهذه الأضحية باش تفكروا الفقير، ويهدى منها باش تفكروا الأقارب، ويؤكل منها باش إنسان يوسع على أهله. فمعاني العيد هي كبيرة، ولا شيء يعوض العيد. أنا حبيت ننبه المستمع الكريم أنه ورد في الحديث أن لله نفحات، ألا فتعرضوا لها. الآن العالم كله في نفحة الله. صيام هذه العشر راهي نفحة من نفحات الله، ويستجاب فيها الدعاء. إذا كنت حاج وقفت في عرفات فهي نفحة من نفحات الله اختارك لها. إذا لم تصم ولم تذهب إلى الحج، ضحي. شوف أبواب الخير على مجموعة في هذه الأيام، كل أنواع الخير تكاد تكون مجموعة. وحتى الذي ما وفقوش ربي وما استطعش لسبب من الأسباب باش يضحي، لا يعني أنه يمنع باش يوسع على أهله. صحيح. التوسيع على الأهل ماشي غير المادة. تقعد مع مرتك ولادك في جلسة عائلية يعني يكون فيها كلام طيب، والله غير صدقيني غير من أروع ما يكون. إنسان كما الآن أنا ننصح الناس بعدم المصافحة. نعم أكيد طبعا. نعم أنا أفتي في زمن الطاعون أفتيت بتحريم المصافحة والمعانقة، ولكن هذا لا يمنع وسائل تكنولوجيا متوفرة، يستطيع إنسان عن طريق الجهاز يكلم يماه ويسقسي عليها وهكذا. نعم. إذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم استسمحك كريم. نعم استسمحك فقط نأخذ مكالمة هاتفية. صالح من بوزرعة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم، أشراكم بخير؟ الحمد لله، الله يسلمك. صالح. نعم. شاركنا اليوم طبعا انطباعك. أنا أقول لك إنسان مسن. ما شاء الله، شحال في عمرك؟ 76 سنة. ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله. تحية للشيوخ اللي معكم. الله يحفظك. وصارحكم ما عنديش معلومات كبار في الدين، جمعتي إذا سمحوا لي. معليش أحكي لنا فقط على كيفاش راكم في العائلة تحضروا العيد الأضحى المبارك، خاصة مع انتشار وباء الكورونا يعني. والله نصارحكم، أنا إنسان نصارح، ما عندي نزوخ نكاتب، ماشي باسكو راني معكم في التلفزيون، ما راحش نضحي. نعم. معليش من أي جانب؟ من أي جانب؟ من جانبين، من جانب القدرة واحدة عندي ديون. نعم. وثانيا أغلبية كما نقول العائلات لي فامي عندهم، اللي ما عندوش موت بالكورونا عنده موت نقولوا طبيعي واستغفر الله. نعم. حاب يتكلم معك. الله يرضى عليك، قل لي واسمك واسم السيد هذا. صالح. سي صالح، والله حبيت نبشرك واحد البشرى، وما دابيا كاع اللي ما ضحاوش يسمعوها، والشيخ امامنا ويقولنا صحيحه ولا لا. لا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين املاحين، واحد قال هذا عني وعن آل بيتي، والآخر للأمة الإسلامية، والآخر واش قال وهذا عن أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام
اهدى ثواب تاع اضحيه للامه نتاعو. نعم. حتى ان وجدنا في الفقهاء من يقول ان هديه رسول الله افضل من الذبيحه نتاعك، وجدت من يقول هذا. صح. فهذه بشرى الناس اللي ما استطعتش تضحي بسبب مادي ولا بسبب خوف الوباء، لازم يحملوش عقده باللي زعما راهم خالفوا السنه ولا ماهم صالحين، لا 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 شيء عليه. ما دام كاين هذا التخوف او عدم الاستطاعه، هو اصلا الاضحيه شرعت كما يقول سيدي خليل لا تجحفوا، يعني لا يتضرر الانسان بشرائها. فاذا كان يتضرر ماديا او صحيا فلا يفعلها ولا شيء. يعني اذا كان الحج هو ركن من اركان الله الاسلام وربي شرع للانسان القادر على ذلك، الانسان المسلم ما كان يعني ما يكونش حاسب اللي او يفرط في دينه، لا لا. نعم. اذا كنت لا تستطيع لا شيء عليك، ولكن اذا كنت تستطيع فقد حرمت نفسك خيرا كبيرا. نعم. نعم. صالح تشارك معنا في المسابقه؟ نعم. تشارك معنا في المسابقه؟ نعم. سؤال. نعم. سهل السؤال. نعم. السؤال يقول بماذا يسمى الثامن من ذي الحجة؟ سؤال سهل وكان طرق أكيد طرقنا عليه في يومنا لنهار اليوم في اليوم المفتوح، لو كانت تكون تابعت اليوم أكيد راح تعرف ماذا يسمى. عندي واحد الجواب نقوله والله إن شاء الله يكون هو. نعم. أليس يوم التروية؟ نعم. نعم بالضبط، وألف مبروك. ستدخل معنا أكيد في الفوري. شكرا شكرا لك وابقى معنا دائما إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. نعم. ربما الشيخ العربي شيشي نعود إلى الأضحية من خلال إجابة الشيخ. كاين ناس عندها ديون وعندها ملتزمات يعني بيتية ومنزلية، ربما يعني تضيق على نفسها وتروح تشري الأضحية، هل هذا صحيح؟ بالنسبة للأضحية هي شعيرة تعبدية شرعها رب العالمين وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى فصل لربك وانحر. وفي الأحاديث الكثيرة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، في حديث أبو هريرة قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. لكن الأضحية هي سنة مؤكدة للقادر عليها، فمن لم يكن قادرا عليها فلا يطالب بالأضحية. ولهذا نص العلماء على أن الإنسان الذي كان ثمنها لا يجحف به في عامه المقبل في عامه القادم، بمعنى إذا كان هذا الثمن ثمن الأضحية لا يحتاجه الإنسان في عامه القادم فإنه في هذه الحالة يخاطب بالأضحية. لكن إذا كان ذلك المال يحتاجه في السنة القادمة هذه وإذا ضحى فإنه يتضرر في ضرورياته وفي حاجياته، ففي هذه الحالة لا يخاطب بالأضحية ويناله الأجر بالنية إن شاء الله تعالى. إذن فيخاطب بها الإنسان القادر الذي كان مستطيعا. نعم. هذا الأصل يعني الشرعي. نعم. شكرا لك. ويجوز للعائلة الواحدة أن تذبح أضحية واحدة وينوي صاحب البيت على أن هذه الأضحية هي ثوابها وأجرها لكل أفراد البيت كما نص على ذلك العلماء. صحيح فضيلة شيخ شمس الدين، دائما ما نتكلم عن الإجراءات الوقائية والاحترازية، ثلاث أشياء ربما هي بسيطة وهي شرعها الدين الإسلامي أو نقول هي من بين أساسيات الدين الإسلامي، ألا وهي الطهارة بالنسبة لارتداء الكمامة وغسل اليدين والتعقيم في كل مرحلة في كل فترة قصيرة، وأكيد مسألة التباعد الاجتماعي لتفادي انتشار فيروس. نعم. كورونا. غدا ونحن على مقبلة من أكيد عيد الأضحى المبارك، هناك إجراءات يجب الالتزام بها، يعني إجراءات وقائية ضرورية. هناك للأسف الشديد بعض الفئة الغير واعية بخطورة هذا الأمر بخطورة هذا الوضع أيضا، وللأسف لازالت في تصرفاتها العشوائية والتي هي كانت سبب من أسباب ارتفاع. أولا لابد أن يعلم الناس أننا أمام عدو قاتل. نعم. يعني القضية ما يتعلق بمحسنات كماليات حاجة أفضل، لا، نحن أمام مرض قاتل، والمحافظة على الحياة راهي من كليات الشريعة، من أساسيات كليات الشريعة، يعني من أهم ما جاء به الإسلام المحافظة على الحياة. فإذا كان بالمصافحة سنقتل الناس، المصافحة لأخطر من الرصاص. على لأن الرصاصة تقتل رجلا واحدا، ولكن هذا الوباء بمصافحة رجل قد ينتقل إلى ألف رجل، فلازم الناس توعى. أنا أفتيت أعوذ بالله من كلمة أنا، وإن شاء الله أظن أغلب العلماء على ما ذهبت إليه
بتحريم المصافحة في زمن الطاعون وتحريم المعانقة في زمن الطاعون. يماك عجوزة مريضة عندها السكر قاعدة في الدار، انت يم عليها راح تعنقها وانت تخالط الاسواق وتخالط الناس؟ زعما يعني محبة فيها، محبة فيها حافظ على حياتها، هذا هو المحبة فيها. انا اعرف كثير من الناس ماتوا ما كانوش يخرجوا من بيوتهم، وانما اولادهم واقاربهم جابوا لهم هذا المرض. اذا يعني الاطباء العدول، اقول اطباء العدول، لما نصحوا الامة بالقناع ونصحوا الأمة بعدم المصافحة والتباعد البدني، أنا دائما أفضل قلت تباعد بدني مش تباعد اجتماعي، لأننا قد نتباعد بدنيا ولكن لا نتباعد اجتماعيا. صحيح. نعم. يعني الناس بركم يقولوا تباعد اجتماعي، ولكن هي احنا ما ناش متباعدين اجتماعيا. أنا وأنتم والشيخ التقينا اليوم واحنا أبعاد بدنيا، ولكن في قلوبنا وفي علاقتنا وفي ما ناش مبتعدين اجتماعيا. إذا التباعد البدني أنا أسميه تباعد البدني. التباعد البدني واجب، اكو شفتوا في الصلاة وافتى العلماء بالتباعد البدني. اذا الناس لازم يعني كيما راك حاب تحيي هذه السنة، جيد، بارك الله فيك وعندك اجر واجرك عند الله عظيم، كذلك احيي الواجب. وشنو هو؟ المحافظة على الحياة، نديرهم في زوج، نحيي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نفرط فيها، ونحافظ على الواجب والمحافظة على الحياة. إذا كان المحافظة على الحياة تقتضي قفازا، وشنو قفاز أمام المحافظة على الحياة؟ وشنو قناع أمام المحافظة على الحياة؟ لا تصافحني ولا أصافحك، ومع أن المصافحة جاء بها أهل اليمن يعني. نعم، شكرا لك. نعم، شكرا لك سيدي الشيخ. نستكمل هذا اللقاء الجميل والإجابة على أسئلة المشاهدين الكرام بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلون معكم طيلة الفترة المسائية وفي البث المباشر وفي اليوم المفتوح الخاص بهذا اليوم العظيم يوم عرفة. نسعد دائما باستقبال اتصالاتكم عبر الخط الهاتفي الظاهر أسفل الشاشة، بالإضافة إلى تعليقاتكم عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الشروق نيوز وشروق تي في على الفيسبوك. تصلنا كل تعاليقكم، شكرا لكم وتحية لكل الجالية الجزائرية المقيمة بكل بقاع العالم. نعم زهيدة، نتكلم الآن على صلاة العيد، كيف تقام صلاة العيد في البيوت، شرح مبسط لهذه الصلاة، أيضا كيف تكون المعايدة، وهل يعني تسقط المعايدة على الأم والأب إذا خفنا من عدوى فيروس كورونا، كيف نتعامل مع هذا الأمر، كلها أسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ محمد العربي شيشي. سيدي الشيخ، صلاة العيد كيف تقام في البيوت، أيضا المعايدة كيف تكون المعايدة خاصة مع الأم والأب إذا خفنا عليهم أنه نعدوهم بفيروس الكورونا وكنا شاكين يعني فقط أنه نحن مصابون بهذا الفيروس. نعم، بالنسبة لصلاة العيد لها أداب تسبقها، فالإنسان يوم العيد صباحا ينبغي عليه أن يتجهز لصلاة العيد بأن يستحم ويغتسل، هذا الغسل مندوب ومستحب عند العلماء. ثم كذلك عليه أن يلبس أجمل الثياب، إن كان عنده الجديد فليلبس الجديد، وإن لم يكن عنده الجديد فليلبس الثوب النظيف الجميل، ثم عليه أن يتطيب ويتعطر، ثم بعد ذلك يصلى صلاة العيد. وصلاة العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة، تصلى في البيوت إما فرديا أو جماعيا. إذا كان هناك من يعرف فقه الإمامة ويعرف أحكام صلاة يستطيع أن يؤم فليؤم وليصلي مع أهل بيته، فإذا كان ليس هناك من يعرف الإمامة فليصلونها فرديا في البيت. وصلاة العيد تصلى يعني ركعتين جهرا، في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعدها يكبر ستة تكبيرات ويقرأ الفاتحة وصورة، ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، والتكبيرات فيها ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال زائد خمس تكبيرات، يعني عندنا سبع تكبيرات في الأولى في الركعة الأولى وست تكبيرات في الركعة الثانية. سبع تكبيرات في الأولى إذا حسبنا معها تكبيرة الإحرام يكون بعدها ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية ست تكبيرات، تكبيرة الانتقال زائد خمس تكبيرات، هكذا يكون الإنسان. ثم يقرأ الفاتحة طبعا والصورة في الركعة الثانية،
ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدتين ويسلم ويكون قد أكمل صلاته. وعلى الإنسان أن يكبر تكبير للعيد قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهذا التكبير يستمر بعد كل صلاة مفروضة ابتداء من صلاة الظهر يوم العيد، يبقى كل ما صلى الإنسان صلاة مفروضة يكبر بعدها ويستمر هذا التكبير 15 صلاة. نعم. بالنسبة للمعايدة هذه يحاول الإنسان قبل أن نتكلم عن المعايدة. نعم. أكيد نستقبل اتصال. صباح الخير أو مساء الخير. مساء الخير فضيلة أو ربما عائشة من شلف. عائشة من شلف، أهلا بك بنات شلف. سلمك، كيف حالكم؟ لاباس؟ والله الحمد لله. أكيد نحن في اليوم المفتوح خصصناه لكم لإيصال لكم لحظة بلحظة هذا اليوم أو تفاصيل هذا اليوم العظيم رغم الظروف الاستثنائية. عائشة، حدثينا أنت عن كيف تحضرين لعيد الأضحى، وهذا اليوم أيضا يوم مبارك أكيد، أنت صائمة، وحدثينا ربما عن معلومات شاركين بها في هذا اليوم. طبعا هو يوم مبارك. نعم. ونتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا في ظروف أحسن من هذه الظروف إن شاء الله، وعوام عديدة إن شاء الله. ونحن كما تعرفين في الحجر هذا. نعم. عائشة، أنت متزوجة عائشة مع أولادك؟ نعم نعم نعم. وعندك والديك حيين ياك؟ إيه. كيفاش راكي تتعاملي معهم في العيد؟ ما نروحوش في هذا العيد، بالهاتف فقط. نعم، يعني راكي بالهاتف فقط؟ بالهاتف. نعم. هما ما يزعفوش يعني لما ما تروحيش تزوريهم؟ لا لا، متفاهمين متفاهمين الامر، عارفوا بلي ما نقدروش نتلاقاو في هذه المناسبات. نعم. وشلف عندها عادات وتقاليد معروفه في عيد الاضحى المبارك، في اطباق يعني متميزه يحضروها الشلفيين في عيد الاضحى المبارك، كلمين على هذه الاطباق. في العيد الصبح نديروا صلاة العيد، في نهار العيد يعني. أيوة. نديروا صلاة العيد ومن بعد نتوجهوا للذبح، أنا زوجي يذبح في البيت. نعم. ونحن نقوم بغسل، تعرف بزاف أشغال في ذاك اليوم. وبعدها يبدأ الشواء. يبدا الشواء من بعد تبداو تشوا؟ لا لا لا، ما نبداوش نشوا. لا لا لا، انايا في كيما انا في بيتي نقو نقو كامل الاضحيه، ومن بعد نديروا النهار الاول نديروا الكبده هذيك. نعم. حاجه خفيفه يعني، وللعشيه نبقى على العصبان. العصبان معروف ناس شلف انهم يحضروا العصبان في عيد الاضحى المبارك. نعم. نعم. تشاركي العصبان مع الرشته نديروه. ما شاء الله. ايه. تشاركي معنا في المسابقة طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. والسؤال يقول، سؤال سهل جدا موجه لك عائشة، يقول السؤال: بماذا تسمى الجمرة التي يرميها الحجاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ هي جمرة العقبة. نعم. نعم بالضبط. ألف مبروك، إن شاء الله تكوني من بين الفائزين إن شاء الله في شاء الله. القرعة. شكرا. نتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك سعيد. ولك أيضا، وعيد مبارك لكل العمال. وشيخنا شمس الدين وشيخنا الشيخ العربي. العربي فوالا. نعم. إيه. نتمنى لكم إن شاء الله عيد سعيد، إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. نتمنى من ربي سبحانه ونطلبه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله يرفع هذا الوباء الأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا عائشة على هذه المشاركة. عيدكم مبارك سعيد لك. أنتم كذلك وكم طاقم الشروق، سلامي إليهم جميعا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا شكرا شكرا. سلامة. نعم سيدي الشيخ، المعايدة كيف تكون مع وباء الكورونا؟ طبعا المعايدة وتبادل التهاني هي من العادات المحمودة في الإسلام التي أمر بها المسلم في فترة العيد، ولكن نحن نمر بظرف استثنائي ونمر بهذا الوباء، فلهذا ينبغي أن تكون هذه المعايدة يعني تختلف عن السنوات الماضية. ربما في السنوات الماضية كان الإنسان يزور أرحامه وأحبابه وأقاربه ويجالسهم ويصافح ويعانق، ولكن هذه السنة الأمر يختلف تماما مع هذا الوباء، فلهذا يعني المعايدة ستكون يعني عن طريق الاتصال بالهاتف وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة. هذا يكفي، لأن يعني التزاور هو وسيلة من الوسائل التي تحقق بها صلة الرحم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث ألا أنبئكم بأهل الجنة، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشهيد في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في الجنة. لكن هذه وسيلة واحدة، والعلماء عندما تكلموا عن صلة الأرحام قالوا صلة الأرحام معناها أن يشارك الإنسان أرحامه فيما أنعم الله عليه، ليس شرطا تكون زيارة. فإذا أنعم الله عليك بالعلم تنفعه بالعلم، إذا أنعم الله عليك بالمال تنفعه بالمال، إذا أنعم الله عليك بالجاه تنفعهم بجاهك، وهكذا. وبالتالي هنا الاتصال عن طريق الهاتف والرسائل، والآن خاصة مع وسائل الاتصال صارت الآن الكاميرا موجودة، وصار يمكن الإنسان يتواصل معهم، ينظر إليهم وينظرونه، هذا قد يكون كافيا بإذن الله عز وجل، هو أفضل من التلاقي المباشر والمصافحة والمعانقة ونحو ذلك. نعم، شكرا لك سيدي الشيخ. ربما زهد عندك سؤال. صحيح، تساؤل فقط قبل ربما نتكلم عن أو نتطرق إلى الأسئلة التي تبادرت وكانت من بين الأسئلة المطروحة في تعليق الفيسبوك حول الأضحية، هل يتم من ناحية الصدقة، يعني صدق جزء منها فقط أم جزء كبير، يعني تفاصيل هذا. يعني قبل أن أجيب حبيت نكمل على كلام الشيخ لأنه أعجبني، أن يحب الناس يفهموا بلي كيوا ما يزوهمش وليدهم في العيد، لازم ما يغضبوش يعني العائلات، لأن هي مسألة حساسة. كاين بعض الآباء وبعض الأمهات خاصة كبار السن ما هوش فاهم بلي كاين وباء وقاتل، لازم يفهم بلي هذاك الحب اللي نحبوه للأهل نتاعنا والذي يدعونا إلى معانقتهم في العيد هو نفس الحب الذي يكون سببا اليوم ألا نعانقهم. صح. يعني الحب هو نفسه، أنا كتن نحب أهلي وأمي وأبي وإخواني لا أعانقهم في زمن الطاعون، لا أسلم عليهم في زمن الطاعون. لأن جاتني كثير من الأسئلة، الناس يقول لك باللي توفى إنسان بالكورونا كما وحناش عظمنا لهم الآجر هم غضبانين علينا من الأرحام. كاين الناس بزاف تقطعت أرحام في هذا الزمن لسبب لسوء الفهم، كيقولوا لهم عليها ما جيتوش عظمنا الآجر، كاين مرض. كاين مرض، كاين مرض قاتل وينتشر بالاختلاط، فقد ما نقطعوا هذا الاختلاط قد ما نقضيوا على المرض. اذا اني حاب انسان، انا حكى لي انسان ديك النهار قال لي تلاقيت مع صديق ما سلم ما يدو ما خمسش معاه، قال له شوف نشدها لك الى يوم القيامه، فهذا خطا. كان عليه ان يفهم ان المصافحه في هذا الزمن لا تصح، لان المصافحه اخطر من الرصاص، يعني يقول اخطر من الرصاص. اذا اني حاب الناس قاعد يفهموا بأن الحب نتاعنا لأوليائنا ولأهلنا هو الذي يدعونا في زمن الطاعون أن نفتي، لا تصافح أحدا ولا تعانق، يكفي كما قال الشيخ الأدوات التواصل الاجتماعي. نعم، الأضحية ما جاوبش. صحيح، نستقبل فقط اتصال ونجيب على التساؤل. أكيد صباح مساء الخير، أقول أهلا بك سيدي. السلام عليكم. نعم، من أي ولاية وما اسمك؟ من غيليزان. أهلا وسهلا، الله يبارك خيار الناس. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يسلمك اخي. نعم، كلمنا اخ شمس الدين. شكرا لك. كلمنا على غليزان، كيفاش راهم مع وقفه عرفه اليوم؟ نعم، غليزان كيفاش راهم مع وقفه عرفه اليوم؟ والله لا غايه، دعوه مليحه ما شاء الله. راكم صايمين؟ انا ماني صايم، ما نقدرش. ما تقدرش، معليش، الصيام لمن استطاع. صايم في الدار. نعم، ما شاء الله. عندكم عادات وتقاليد، راكم تحضروا العيد؟ عادات وتقاليد. كيفاش راكم تحضروا العيد؟ احكي لي. نحضروا حنايا نورمال، نذبحوا كيما يذبحوا الناس. نعم. نديروا طعام في النهار الاول تاع العيد. ما شاء الله، ايوه، والدوارة والبوزلوف. ما شاء الله، بصحتكم. وانا نطرح دائما عليك سؤال، الجانب الوقائي والاحترازي، راك محافظ على الجانب هذا؟ لا، انا نحافظ عليه 100%. ما شاء الله، ممتاز. ننتقل الى سؤال، وان شاء الله تكون من بين الفائزين اليوم. نعم. اكيد السؤال هو بماذا تسمى، او طرحنا هذا السؤال، السؤال الرابع، ما هي انواع الحج؟ ما هي انواع الحج؟ نعم، في ثلاث انواع ذكرتها منذ قليل في بدايه هذا البلاطو. ثلاثة فيها قلت. نعم، ثلاث انواع، في ثلاث انواع للحج، ما هي هذه الانواع؟ الحج التمتع. نعم. نعم، الثاني
القيران. نعم، بقي نوع أخير. القيران قلت لك. نعم، بقي نعم. نوع فقط. نوع الثالث. يلا نوع ثالث. الإفراد. نعم بالضبط. الإفراد، الحاجة المفردة. ما شاء الله. هذا رجل فقير. ما شاء الله. نعم. راح تدخل معنا في القرعة، انتظر وشاهدنا احسن. ممكن نقدم تحية. أكيد تفضل. تحية الأولى لكم خوتي. نعم. كاع عملاء قناة شروق. وتحية العائلة في معسكر أختي وزوج تاعها وبنتهم سعدية. ما شاء الله. تحية نعم. كذلك الأصدقاء هنايا الحبيبي غليزان وأخت خديجة مسلف، وتحية لفاطمة من البليدة ونتمنى لها الشفاء. وتحية كذلك برقية بدراريا بالعاصمة وكاع المستمعين، وتعيدوا بصحة إن شاء الله. شكرا، الله يسلمك، شكرا جزيلا. شكرا. نعم زهيدة، نختم مع ضيوفنا. نعم نختم نظرا لضيق الوقت وللأسف. أكيد نختم. ربما سيدي الشيخ الملخص الذي نأخذه من نهاية هذا اليوم، يوم عرفات. الآن الساعة تشير في صعيد عرفات حوالي الساعة 5:27، بقيت حوالي ساعة هكاك على نفرة الحدود الحجاج من صعيد عرفات نحو صعيد مزدلفة. كما ذكرت يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، بعدها يجمعون الحصيات التي من خلالها يرجمون الشيطان في أول أيام عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاث. بقي حوالي ساعة من الآن وينفر الحجاج من عرفات نحو صعيد مزدلفة، وفي ظروف نعم. استثنائية أيضا، في ظروف استثنائية واحترازية قامت بها السلطات السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. سيدي الشيخ، الكلمة الختامية والملخص الذي نأخذه في نهاية عرفات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وعرفة هي أهم ركن، فهؤلاء الحجاج الذين وفقهم الله عز وجل لتحقيق هذا الركن هكذا يكونوا قد حصلوا أهم شيء في الحج، والذي لم يحج فكذلك من كان صائما فقد يعني فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن صائما فينال الأجر بنيته، والكل مطالب بالدعاء، لأن يوم عرفة هو يوم العتق من النار، هو يوم الغفران، هو يوم تفضل الإحسان من الله عز وجل على عباده. يقول رب العالمين: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، فماذا يريدون؟ قالوا يريدون مغفرتك، فيقول رب العالمين: أشهدكم أني غفرت لهم. إذن فهذا اليوم هو يوم عظيم، هو يوم غفران الذنوب، هو اليوم الذي تعتق فيه النفوس والرقاب من النيران. وكذلك الأمر الآخر، الإنسان عليه لا يغفل عن الدعاء، يعني أهم شيء الآن نركز عليه هو الدعاء، لأن الدعاء هو مستجاب في يوم عرفة، فهي فرصة عظيمة لأن ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، هي فرصة عظيمة لأن ندعو الله عز وجل لنصرة الإسلام والمسلمين، هي فرصة عظيمة لأن يدعو الإنسان لنفسه ويدعو لإخوانه وقرابته وجيرانه. نعم. لأن الدعاء هو مستجاب في هذا اليوم، هذا الذي أهم شيء يحرص عليه المسلم. والحج كما نعلم هو يعني تجمع عالمي، وفيه يظهر فيه تساوي الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، كل الأجناس تجتمع عادة في الحج، ويشبهون يعني أهوال يوم القيامة، أرض الوقوف في أرض المحشر، لما يقف الناس في يوم عرفة هو يشبه الوقوف الناس في أرض المحشر، واللباس الذي يلبسه الناس هو أشبه بالكفن. فالإنسان عندما يستحضر كل هذه المعاني عند ذلك يعني يقوى إيمانه بالله عز وجل ويرتبط قلبه برب العالمين. استسمحك سيدي الشيخ، فقط يحضر معنا عبر سكايب الداعية المتميز الشيخ الحسن الحسيني، الذي تميز ببرامج بثت بقناة الشروق، أبرزها برنامج أيام ابن باديس وأيام علي وأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. مرحبا بك سيدي الشيخ، نسعد بك في هذا البث المباشر عبر سكايب، وأن تشاركنا نفحات هذا اليوم العظيم، يوم عرفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ نعم واضح جدا سيدي الشيخ، تفضل. أولا يعني أشكر قناة الشروق على أنها يعني سمحت لي بأن أطلع على الشعب الجزائري من خلال شاشتها، فلهم جزيل الشكر.
وانا صراحه يعني كما تعرفون حبي الكبير للجزائر والجزائر معروف ذلك. نعم صح. فالشرف لي ان اكون اليوم على بث مباشر من خلال هذا البث اتواصل مع اخواني فيها في من خلال هذا اليوم العظيم وغدا عيد. فهذه هي مباركه بحمد الله سبحانه وتعالى ولي مشاركه يسيره باذن الله بمناسبه هذا اليوم الفضيل والايام الفاضله التي نحن نعيشها عشر ذي الحجه لو نعم. تسمحنا لي. نعم نعم واضح صحيح. فضيلة الشيخ حسن الحسيني اهلا بك. اكيد نحن شاهدنا نعم اقول الحمد لله. نعم 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 تفضل. نعم شاهدنا مع بعض أكيد الصور المباشرة من عرفة وحج عرفة هذا العام استثنائي غالى على غير العادة. ما تعليقك ربما على الصور التي شاهدنا؟ نعم تفضل. أولا نحن نقول الحمد لله الحمد لله نحن أدركنا هذه الأيام الفضيلة ونحن نشهد هذه المواسم الطيبة المباركة ونحن الآن يعني ما في مسلم الآن يشهد هذه عبر الشاشة الفضائية المباشرة مشاهد والحجيج في مكة المكرمة والآن يقفون في عرفات حتى تأخذه الشجون وهو يرى حتى قلة الحجيج. يعني كثير من الأخوة يعني بثوا لي شجونهم على أنهم يرون قلة الحجيج وكانوا يتمنون أن يكونوا ضمن هؤلاء الحجيج ليحجوا بيت الله الحرام. هذه مشاعر كل مسلم وأنا أشعر بها أيضا وأنا في بلدي وأتوقع أيضا أهل الجزائر يشعرون بهذا الحنين وهذا الشوق إلى بيت الله الحرام وإلى هذا الموسم العظيم. وهذا حب يعني وضعه الله سبحانه وتعالى في قلبي كل مسلم على وجه الخليقة أن يحب هذه البقعة المباركة الطيبة. فنقول نحن إن شاء الله بنياتنا نقول بنياتنا بإذن الله ندرك أجر الحاج والمعتمر. نعم فكل واحد الآن بإمكانه أن يدرك هذا الأجر بنيته الصالحة. نعم نعم سيدي الشيخ أنت في برامجك المتميزة والتي عرضت على قناة الشروق من بينها أيام علي وأيام ابن باديس متى نشاهد برنامج أيام الحج؟ والله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يعني واحد يحاول قدر المستطاع يقدم يعني ما هو نافع بإذن الله سنقدم أيام الحج وأيام بيت الله الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم فالشاهد نحن الآن في أيام فضيلة ونحن إن شاء الله بنية بنياتنا سندرك هذه الفضيلة فلا يحزن أحد ولا يأخذ الهم والغم بنيتك بإذن الله تدرك فضل الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي الشيخ ربما الوصايا التي توصي بها المسلمين والجزائريين في هذا اليوم الفضيل يوم عرفات ونحن غدا نستقبل عيد الأضحى المبارك وأنت محبوب لدى الجزائريين وندرك حبك أيضا للجزائر ونركز دائما على الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجبة. لابد أن ندرك هذا اليوم يوم عرفة هو كما قال بعض العلم أنه يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي. فهذا اليوم يوم عرفة هو يوم خاص بأهل الإيمان. نعم نعم سيدي الشيخ ربما كلمة نختم معك هذا اللقاء كلمة توجهها للجزائريين خاصة وغدا نستقبل عيد الأضحى المبارك بماذا تهنئهم وبماذا تعيدهم؟ نعم ربما انقطع الاتصال مع الشيخ نعود إلى مشايخنا لنختم معهم هذا اللقاء. سيدي الشيخ كلمة ختامية ومعايدة ربما إذا حبيت. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعافينا من هذا البلاء وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا. يعني أهنئ نفسي أهنئ الأمة الإسلامية قاطبة وأهنئ الشعب الجزائري خاصة بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام إنه سميع مجيب الدعوة. نعم والشيخ الدكتور حسن الحسيني عاد معنا ليقدم ربما رسالة خاصة بهذا اليوم العظيم أكيد يوم عرفة أيام استثنائية على غير العادة تزامنت وجائحة كورونا أكيد ولما نتكلم عن يوم عرفة نتكلم عن حج
وعرفة ودائما عيد الأضحى. نعم، وشاهدنا صحيح. هذه الصور الحزينة ربما وتفاعلنا معها وحاولنا أن نتفاعل مع هذه الصور، يعني دخلنا الفرحة لقلوب الجزائريين. أيضا زهدة، قبل أن نعود إلى الشيخ حسن الحسيني، نختم أكيد. أيضا بكلمة ختامية مع الشيخ شمس الدين نعم. الجزائري. أنا ما أريد أن أقول أعوذ بالله من كلمة، أنا أريد أن أترحم على الذين غادرونا بسبب هذا الوباء. يعني عندنا ناس فجعت في قريب لها، في أم أو أب، أنا أريد أن أترحم عليهم وأريد أن يعلم أوليائهم أنهم شهداء إن شاء الله، شهيد الآخرة، يعني ربي يعطي لهم أجر الشهيد يوم القيامة. فالذين غادرونا نترحم عليهم، ولا شك أن لو أدركونا لكانوا معانا ويعيدوا معانا ويضحوا ونفرحوا، ولكن شاءت قدرة الله أن يتخذهم شهداء عنده فرحمة الله عليهم. كذلك أنا أحب الناس في الدعاء، أنت حالي أن الدعاء مستجاب في هذه الأيام، ما ينسوش الناس اللي في العناية المركزة، كاين عدد من المرضى بهذا الطاعون هم في العناية المركزة، وأنا متأكد أن الدعاء المستجاب يفعل يعني الأعاجيب. كذلك عندنا يعني نسبة بضعة آلاف هي مصابة بهذا الطاعون وبهذا المرض، صحيح. ندعو لهم بالشفاء إن شاء الله. وعيدكم مبارك وأيامكم تتبارك. وشنو؟ استمعوني مليح، اتفعلوا خيرا، والله الذي لا إله إلا هو غير ربي يحبنا ويحب الأمة الإسلامية ويحب الخلق نتاعو كلهم. علاه ربي ما جابناش طاعون خاطر يكرهنا ويبغضنا باش يدمرنا لا لا ابدا ابدا، وانما ربي يبتلي الخلق نتاعو باش يعودوا اليه لانه يحبهم، باش نعاودوا نقولوا لصلاتنا لصيامنا لاخلاقنا للسنن التي تركناها وكنا لا نعرف القيمه نتاعها مقصرين فيها. تصور اخي رضوان، كنا نقراو بكري والشيخ يعرفها، بكري كنا نقراو بلي من السنه كي ثائب انسان يدير يدعو على فمه، كنا متهاونين، كنا نقراو باللي لازم تغسل يدك من السنه قبل الاكل وبعد الاكل، والناس متهاونه، كنا نقراو باللي كي تعطس اعطس اسطر العطسه وجيب الدعاء، ولكن الناس كانت منهاونه. قل لي الان الناس، العالم ادرك قيمه هذه السنن، العالم حتى غير المسلم عرفوا قيمه هذه السنن اللي كانت الناس متهاونه. وهذا اعجاز في حد ذاته للشيخ. نعم. لا احد في هذا العالم وجد لدواء الكورونا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نصح البشرية بالتباعد البدني والبقاء في البيوت، وهذا الذي عملت به البشرية. فعلى الأمم المتحدة أن تعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ البشرية في هذا العصر، لا بد أن نعترف بهذا، لأن هذا العلاج الوحيد، ما كان حتى علاج. حبيت نطمئن العائلات، يعني استبشروا خيرا، اللي بعضنا في الحج وفي الحج، بعضنا صايم، وبعضنا يضحي غدا زيد، الذي لا يضحي ولا يفعل شيئا يواصل الرحم تاعو، يتصل بالهاتف يسال، عنده اجر، فهذه ايام اجر عظيم. حاول انت ألصق في اي نوع من انواع الاجر، صحيح، اي ما تخلي حتى حاجه تفوت. ويغتنم الانسان هذه الايام المباركه سيدي الشيخ، وصحه عيدك وكل عام، صحه عيدكم وصحه عيد خير ان شاء الله، ان شاء الله وعافيه ان شاء الله. شكرا لك وشكرا وشكرا للشيخ العربي شيشي، وصحه عيدكم، صحه عيدكم مبارك شيخ، صحه عيدكم. وانتم راكم اعمده قناه شروق في الفتوى، وتفيدون طبعا المشاهدين الكرام، وبكم نسعد سادتي المشاهدين. صحيح، والعديد من التعاليق تصلنا الآن في البث المباشر، أكيد سيجيبكم عنها مشاهدينا الكرام في الأيام القادمة، فضيلة الشيخ شمس الدين وأيضا الشيخ الدكتور الفقيه محمد العربي، شكرا جزيلا وعيدكم مبارك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، يعد ماء زمزم من أعظم النعم والمنافع المشهودة التي ذكرت في القرآن الكريم، له فضائل عديدة وخاصية الاستشفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام. أيضا ماء زمزم الماء المبارك أنقى مياه الأرض، في هذا التقرير.